مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بحضراتكم. يومنا النهاردة يوم مفتوح، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وحضراتكم بخير وصحة وعافية وسعادة، كل سنة وكل الأمة الإسلامية والعربية وشعبنا الحبيب شعب مصر العظيم بخير وصحة وعلى أتم عافية، وربنا يبعد عنا كل بلاء وكل شر، اللهم أمين. النهاردة يوم عرفة، ويوم عرفة زي ما احنا عارفين له فضائل متعددة، يعني من أكثر الأيام المستحبة الأعمال فيه. طبعا يوم عرفة قال عنه النبي هو يوم أكمل فيه الدين وأتممت فيه النعمة، بدليل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف يخطب يوم الجمعة، وكان يوم عرفة، ويوم عرفة هو يوم عيد للمسلمين، ويوم العيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيام التشريق ويوم النحر ويوم عرفة. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا أنا لو اتكلمت عن فضاء اليوم عرفة يعني مش هقدر أو في حقه، فهنتكلم أكتر النهاردة إن شاء الله عن فضل يوم عرفة مع فضيلة الإمام الشيخ أحمد جاب الله المهدي، إمام وخطيب بالأوقاف. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ، منورنا النهاردة، وكل سنة وحضرتك بخير وطيب يا رب. طيبين وبخير جميعا يا رب. أخبار حضرتك إيه؟ يعني أول يوم النهاردة تنورني وأنا سعيدة بلقاء حضرتك النهاردة، ونتمنى إن احنا يعني ندي معلومات قيمة وروحانية للسادة المشاهدين. اللهم أمين إن شاء الله. إن شاء الله هنتكلم طبعا عن يوم عرفة، وأول حاجة لازم أبدأ بها وأسأل هو ليه سمي بيوم عرفة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أهنئ الأمة الإسلامية وشعب مصر بعيد الأضحى المبارك وبيوم عرفة، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا كلها أعياد وأفراح، وأن يزيح الغمة وأن يرفع البلاء، اللهم أمين. نحن نعيش اليوم في يوم عظيم، يوم مبارك من أيام الله سبحانه وتعالى، يوم الله سبحانه وتعالى جعل فيه من المنح والعطايا ما لم يعطاه يوم قبله أو يوم بعده، يوم عرفة. الله سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم وشرفه وفضله. سمي يوم عرفة بيوم عرفة، كلام كثير للعلماء في هذا الأمر. أول شيء والمتعارف عليه عند الناس قيل لأن آدم عليه السلام وحواء لما نزلوا من السماء إلى الأرض ظلوا يتيهون في الأرض وتعارفوا على جبل عرفة، لذلك سمي بجبل عرفة. وقيل أيضا لأن الحجيج يتعارفون عليه، جاءوا من كل فج عميق بلغات شتى ومن بلدان شتى، ففي هذا اليوم تقابلوا جميعا على صعيد عرفة وتعارفوا. وقيل أيضا لأن جبريل عليه السلام كان يعلم سيدنا إبراهيم المناسك، ويقول له أعرفت أعرفت أعرفت، فيقول عرفت عرفت، فسمي بيوم عرفة. تمام. ولأجل هذا سمي بيوم عرفة. نعم. إما أن آدم تعرف على حواء كما ذكرت، أو أن الحجاج بيتعرفوا على بعضهم يتعرفوا. وقيل أيضا لأن العبد يعترف في هذا اليوم بذنوبه إلى الله، لأن يوم خلاص بتكشف فيه كل الأشياء، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم رحماته واسعة. طيب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لما أجي أتكلم عن فضل يوم عرفة، إيه فضاء اليوم عرفة؟ فضاء اليوم عرفة كثيرة. أول شيء في فضائل هذا اليوم المبارك أنه يوم من أحد الأيام التي من الأشهر الحرم التي عظمها الله وعظمها النبي صلى الله عليه وسلم وعظمها سلفنا الصالح. قال الله سبحانه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم. رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فهو من الأشهر من أيام الأشهر الحرم. أيضا
من أي أشهر الأعلى المعلومات التي هي أشهر الحج، قال الله سبحانه الحج أشهر معلومات. يوم عرفة أيضا هو من العشر الأوائل من ذي الحجة، النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، والله سبحانه وتعالى أقسم بها فقال والفجر وليال عشر، كما قال ابن عباس وابن كثير أن الليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة. والشفع والوتر، قال الشفع هو أيام التشريق، أيام التشريق، والوتر هو يوم عرفة، فلهذا اليوم الله سبحانه وتعالى عظمه. أجر الصائمين في يوم عرفة؟ طبعا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لصيام هذا اليوم فضل، فلم يكتفي الفضل بالحجيج. طبعا يوم عرفة يوم مشهود لأهل الموقف والحج والحجاج، هنتكلم عن يعني فالله سبحانه وتعالى غير الله سبحانه وتعالى لم يحرم غير الحجاج من الأجر، فجعل الله سبحانه وتعالى لهم في هذا اليوم عمل يقومون به يعطيهم أجرا كبيرا في هذا اليوم. لذلك النبي الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة الباقية، سنة ماضية وسنة باقية. تصوري يعني صيام يوم واحد وهو يوم عرفة، يعني هنيئا لمن صاموا هذا اليوم، هنيئا لهم هذا الأجر، لابد وأن يوقنوا أن لهم هذا الأجر من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الكريم وخزائنه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الله سبحانه وتعالى مهما عصيته ورجعت إليه قبلك سبحانه وتعالى، عملت عملا الله سبحانه وتعالى سيوفيك الأجر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. فالله سبحانه وتعالى جعل صيام هذا اليوم بسنتين، يكفر سنة ماضية وسنة باقية. أمة النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما هو أنا عشان الله سبحانه وتعالى يتقبل الصيام ويكفر السنة الماضية والسنة الآتية الباقية، فأنا عايز أعرف هل الصيام لوحده يكفي يعني، ولا هناك أعمال أخرى لابد أن يقوم بها المسلم؟ طبعا لا غنى عن الأعمال، يعني هذا الأجر خص لمن صام، ولكن أيضا لابد وأن يزين اليوم بالمحافظة على الصلاة في جماعة، بذكر الله سبحانه وتعالى. احنا دلوقتي يمكن يعني مش قلة قليلة اللي بتروح المساجد بسبب الأزمة العالمية اللي بتمر بها البلاد، وهي أزمة كورونا. طب فإحنا أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيعوضنا بالأجر في الصلاة في البيت، صح؟ أيوة كده؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سماحة الإسلام، يعني بالأمس جاء لي رجل يبكي يقول كل سنة بصوم يوم عرفة، ولكن جاء لي مرض فالدكتور منعني وقال لي ما تصومش هتتعب. فقلت له يعني الله سبحانه وتعالى سيعطيك أجرك، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ عهدا على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من كان يعمل عملا ثم أقعده العذر عن هذا العمل أعطاه الله سبحانه الأجر وكما كان صحيحا سليما. يعني رجل كان يذهب إلى المسجد ويصلي الصلاة في جماعة، رخص نعتبرها للمسلمين، والله سبحانه وتعالى فمنعه العذر أن يذهب إلى المسجد، هل الله سبحانه وتعالى سيقطعه الأجر؟ لا، بنيته الصادقة الله سبحانه وتعالى يعطيه الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا إلى الغزوة وقال إن بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا دخلتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، بسبب نيتهم الصادقة، وأن العذر هو الذي أقعدهم عن العمل، بسبب أن العذر هو الذي أقعدهم عن العمل، فالله سبحانه وتعالى يعطيهم الأجر. فالإنسان الذي أقعده العذر عن العمل الله سبحانه وتعالى سيعطيه أجره وافيا ولن ينقص له من أجره شيء. فصيام يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى عوض هذه الأمة خيرا. الأمم من قبلنا كانت أعمارهم أطول من أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم،
لذلك لما سئل بعض الأنبياء عاش، يعني سيدنا نوح عاش في مدة دعوته 1000 سنة إلا 50 عام، نعم لمدة الدعوة فقط، لكن العمر مش أكبر من كده. فلما سئل يعني أمة أعمارها ما بين 60 و70 على أمة النبي، قال لو كنت منهم لبنيت قبري بجوار منزلي. فالله سبحانه وتعالى الأمة أعمارها قصيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لها هذه النفحات، هذه الأيام، يوم عرفة، ليلة القدر، شهر رمضان، العشر أوائل من ذي الحجة، يوم عاشوراء، حتى تعوضها في قصر الأعمار، فيعطيها الله سبحانه وتعالى حتى ولو عاش مدة صغيرة ولكن يعمل العمل الصالح يعطيه الله سبحانه وتعالى الأجر كامل وكبير له ويضاعف. نعم. آه كأن كمن عاش يعني ليلة القدر ك80 سنة. نعم. لما تفاخر اليهود بعابد عندهم عبد الله 83 سنة دون أن يعصي الله، وكانوا يتفاخرون، فجعل الله لأمة محمد ليلة تفوق خير من 1000 شهر، يعني أفضل من 1000 شهر. تمام. هل الصيام برضو لوحده يكفي، ولا هناك أعمال أخرى يستحب أن أقوم بها يعني في مثل هذا اليوم؟ وإيه هي الأعمال اللي أنا المفروض أعملها في يوم عرفة؟ في يوم عرفة طبعا نحن في هذا اليوم، اليوم لسه ما فاتش الحمد لله، فنستطيع أن نتدارك هذا اليوم ونعظم فيه أجرنا عند الله سبحانه وتعالى. بعد الصيام أيضا التكبير، يعني أنا عايز أتكلم عن المشاحنات. يمكن هتلاقي ناس كتيرة يعني داخلة في خصومة مع ناس، ناس كتيرة بتحقد على ناس، ناس كتيرة عاملة خلاف ومشاكل صحيح فالمفروض مشكلة. اليوم صحيح. ده يحصل فيه إيه بقى؟ والله يعني طبعا نذكر الأعمال ثم بعد ذلك نتكلم في المشاحنات، لأنها عايزة كلام ونشد على الناس في هذا الأمر، لأن يمكن تلاقي إنسان بيصلي، يصوم، يفعل كل أفعال الخير، ولكن يختاب ولكن وينم يأتي ويأذي. بالخصومة والشحناء فيضيع كل شيء، بقطيعة الرحم يضيع كل شيء، بعقوق الوالدين يضيع كل شيء. يعني عمل وصلى وصام وحج وفعل وفعل، ولكن بقطيعة الرحم والشحناء ضيع كل شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أوصانا، قال الله سبحانه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأعمال ترفع في يوم الاثنين والخميس، ترفع إلى الله، وفي ليلة النصف أيضا من شعبان ترفع إلى الله، ترفع إلى الله فيتقبل الله الصالحين ويدخلهم في رحمته التي وسعت كل شيء. لا تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى إلا لأهل الخصومة. تجد رجل يقول لك أنا مخصم أختي من سنة، من سنتين، أنا مخصم جاري، أنا ما بكلمش جاري، أنا كذا، أنا كذا. سبحان ربي العظيم، الدنيا لا تساوي شيء، لا تساوي شيء، يعني لا تساوي شيء، عشان نخاصم، يخاصم أمه، يخاصم والده، يخاصم أخته، على إيه؟ يقول لك على ميراث أو على كذا وكذا. الله سبحانه وتعالى وزعه وأعطى لكل صاحب حق حقه. المقاطعة ما بين صلة الرحم حكمها إيه، والخصومة في العموم برضو حكمها إيه؟ ولكن أنا معايا اتصال بعد إذن حضرتك هناخده عشان يعني أدي له وقت كده على التليفون. معايا الحاجة نعمة. السلام عليكم، تفضلي يا حاجة نعمة. لسه موجودة يا أستاذة نعمة؟ يا حاجة نعمة، طيب هو الاتصال اتقطع، ويعني أرجو معاودة الاتصال مرة أخرى يا حاجة نعمة، معذرة. نرجع نكمل حديثنا، وكنت بتكلم عن مقاطعة الأرحام، قطيعة الرحم أو قطيعة الرحم والشحناء وقطيعة أو أذية العام. نعم طبعا قطيعة الرحم من أشد الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني قطيعة الرحم تفسد كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع،
لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش، ثم قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أنا بستعيذ بك من اللي بقطعوا الأرحام. فقال الله سبحانه وتعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن وصل رحما رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطع الله. من طب أراد، أنا هاجي برضو أتكلم من الناحية التانية أو من وجهة النظر الأخرى، اللي هو ما أنا ممكن أكون أنا بسأل يعني، نعم، يعني بسأل، ولكن الأهل الجهة الأخرى هم اللي مش بيسألوا، صحيح. فهنا هل الذنب عليا ولا أنا برضو لازم أسأل في كل مرة حتى لو هم مقاطعيني؟ النبي صلى هو الله أنا عليه وسلم، هتجاوبني معذرة على السؤال ده، ولكن أنا معايا الحاجة نعمة رجعت تاني. أهلا وسهلا بحضرتك يا حاجة نعمة، اتفضلي اتفضلي يا حاجة نعمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك كل سنة طيبة. وانت طيبة وشيخنا الطيب إن شاء الله. وحضرتك طيبة الله يخليك. وبخير يا فندم، اتفضلي. كنت عايزة أخلي الشيخ سيدي يدعي لي ابني، إن شاء عايزة الله الشيخ سيدي يدعي لي بالله عليك، إن وكلكم شاء تأمنوا الله. وراه. إن شاء طيب الله. حضرتك عندك أسئلة تانية غير الدعاء؟ يعني الشيخ سيدي يدعي لي ابني، يدعي لي ابني، ربنا يشفيه ويحفظه ويصلح له ربنا ويعافيه. يشفيه ويعافيه يا رب، ربنا يشفيه ويعافيه. ألف شكر حضرتك يا حاجة نعمة. طيب احنا ممكن ندعي لها دعاء الشفاء. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفي ولدها شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفي ولدها شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفي ولدها شفاء لا يغادر سقما. طبعا هي في هذا اليوم أوصيها بالدعاء، لأن دعوة الأم مستجاب، دعوة الوالد لا ترد. فهي في هذا اليوم يوم الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فالدعاء في هذا اليوم مستجاب. فأوصيها أن هي تخلص لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم من الدعاء لولدها، وإن شاء الله الله يشفيه ويجعله طهور إن شاء الله. طيب انا معايا اتصال اخر من استاذه ميرفت، اتفضلي يا استاذه ميرفت. الاتصال اتقطع. طيب يا ريت ترجعي تعدي الاتصال مره تانية يا استاذه ميرفت. كنا بنتكلم عن قطيعه الرحم، واتكلمنا عن لو انا اللي بسال دايما والاهل هم اللي بيقطعوا، فالحكم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء له رجل بنفس الشكوى، قال يا رسول الله إن لي رحم أصلهم ويقطعوني، أتودد إليهم وأحسن إليهم ويسيئون إلي، هل أعاملهم بالمثل وأقاطعهم كما يقاطعوني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن كنت كما تقول فإنما يسفهم المل، التراب اللي بيمشي عليه يلعنهم، ولا يزال عليك من الله حافظ ما دمت على ذلك. وقال النبي ليس الواصل بالمكافئ، صلة الرحم مش بالمكافأة، هم بدوني خلاص هديهم، هم بيصلوني هاصلهم، لا، ولكن دايما الواصل دايما احنا من وصل رحمه. بنحسب الصلة والتقرب بالماديات. لا لا لا، يعني يكفي كلمة طيبة، مكالمة ازيكم عاملين ايه، لكن مش واجب ان انا لازم الاهل يعني اخد لهم واجب واكلف نفسي في الزياره. والله على قدر المستطاع، الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، على قدر المستطاع. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الصدقه للرحم افضل من الصدقه للفقير من غير الرحم. قال الصدقه على الرحم صدقه وصله. تحسب لك صدقة عند الله وصلة للرحم. نعم. وطبعا أعمال البر والبر والإحسان بيحنن القلوب ويجعل برضو مودة. هل الصلة تكفي يعني بالاتصال، ولكن ولا لازم إن أنا أزور كمان؟ والله على قدر المستطاع. يعني رجل مثلا يعيش في الخارج، يعني كزيارة صعب، فيتصل تمام برسالة. رجل مثلا يعيش معهم في البلد يصلهم ويزورهم، حتى تصلي عليه الملائكة ويصلي الله سبحانه وتعالى عليه بسبب زيارته للرحم. وطبعا زيارة الرحم بتطول العمر، من أراد أن ينسأ له في أثره ويبارك له في ماله ويزاد له في ماله ويبارك له في ولده فليصل رحم. نعم. وما رأينا واصل رحم إلا ورأينا عليه
أثر النعمة والخير من عند الله سبحانه وتعالى ببركة صلة الرحم. تمام، أنا معايا اتصال. طيب الاتصال اتقطع. طب معانا أم حازم. السلام عليكم. ألو. أيوه السلام عليكم. السلام عليكم يا أم حازم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ليه رجاء بس عند حضرتك، ابعدي شوية عن التلفزيون واسمعيني بس من التليفون. ماشي وطيته خالص. أنا ليا سؤال عندك. اتفضلي اتفضلي. أقول له للشيخ أنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فضيلة الشيخ يعني علي أيام من زمان قديمة، يعني من مدة الدورة زمان قديمة، من مدة 30 سنة. تمام. فدلوقتي قالوا يعني في العشرة الأولانيين دول حلوين من الصيام يعني. فصمت الثمانية وانهارت صيامها من عرفة. هل صح كده؟ تمام. خلاص ماشي هرد عليكي. طيب تمام. عندك أسئلة تانية يا أم حازم؟ شكرا يا أم حازم على اتصالك. طيب حضرتك نرد على السؤال؟ اه اتفضل. هي لو كانت صامت الأيام اللي فاتت بنية القضاء يحسب من القضاء. صامتهم يعني بنية، يجوز الجمع ما بين السنة والفرض؟ لا يجوز الجمع، ولكن هناك بعض الآراء اللي قالت يجوز. لا في صيام الفريضة في صيام الفريضة النية واحدة، إن أنت عليك صيام من رمضان تصوم من رمضان. في السنن، في صيام السنن يجوز أن أجمع. يعني اليوم يوم الخميس ويوم عرفة، يوم الخميس صيامه مستحب وصيام يوم عرفة مستحب، ولكن فأجمع بين النيتين. في بعض الآراء قالت يجوز وينفع، يعني ما عشان برضو ما نقولش رأي واحد. لا في يجوز يعني في الجمع بين، لا الجمع بين صيام السنن الاثنين وافق يوم عاشوراء، الخميس وافق يوم عرفة، فأجمع بين النيتين. أما في صيام الفريضة فالفريضة نية واحدة، أن أنت بصيام رمضان، أن هو قضاء رمضان، لا يجوز أنني أجمع سنة معه مرة، أنني أجمع صيام السنة مع نية السنة مع نية الفرض. وأما صيام يوم عرفة هي لو صامت، ولكن أنا متأكدة أن في بعض الآراء صامت بنية يوم عرفة، بين الفرض لو صامت بنية يوم عرفة خلاص يحسب لها في يوم عرفة يعني. تمام. أنا مع اتصال من أبو صلاح. تفضل يا أبو صلاح. لسه موجود معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك طيب وبخير. انت طيب وبخير. حضرتك طيب يا فندم. والله انا كنت عايز اقول له يعني اقول لفضيله الشيخ يعني صله الرحم بالنسبه مثلا في ظروف اللي بتمر بالناس لما في محافظه، في يعني الاخوات في محافظه وانا مثلا موجود في محافظه بتصل، هل الاتصال ممكن برضه يغنى عن ان الواحد لازم يعني برضه كل مده كده بيزور مثلا الاخوات وكده، يعني الظروف بس يعني الامور خفت شويه عن الاول. كان الواحد بيحب يروح وعلى طول، هل ممكن الاتصال ممكن يؤدي لما برضه في كل على الظروف كده الواحد برضه بيروح يعني يروح بنفسه مثلا ويطمن على الناس؟ تمام، اشكر حضرتك يا ابو صلاح على التصرف. وده الشيخ هيجاوب على حضرتك. هو أنا بس عايزة أقول حاجة على صلة الرحم، لأن دايما في أهل كتير بيكتفوا بالاتصال ومش بيزوروا بعض، لدرجة أن الأولاد الصغيرين اللي بتبقى أولاد العم أو أولاد الخال ما بينهم وبين بعض ما بيعرفوش بعض. الأطفال نفسها لما العم أو الخال أو العمة بتكبر ما بيعرفوش ندعم، لو شافوه في الشارع مش هيعرفوا ندعمهم. أنا عايزة أقول لحضرتك أنا مش بس بشوف الحالات دي، أنا أيضا من الناس اللي بتعاني من الحالات دي. صحيح. فيعني حتى مهما طالت المسافات فهو يوم واحد في السنة كفاية على الزيارة. مع ذاتا برضو هاخد اتصال أم صلاح. اتفضلي أم صلاح. احنا أبو صلاح وأم صلاح. السلام عليكم. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا أم صلاح، ازاي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيبة. الو. ايوه يا ام صلاح، ابعدي عن التلفزيون واسمعيني بس من التليفون. ام احمد. ام احمد. طب معذره يا ام احمد. طيب اتفضلي يا ام احمد. اتكلم الشيخ لو سمحت. مع حضرتك اتفضلي. ايوه ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله الحمد لله. ما بسالك بس سؤال يا عم الشيخ، انا جوزي بنصوم وبنصلي وكلنا بنصوم وبنصلي والحمد لله، ونصلي الفرض الفرض ونأدي الزكاة والحمد لله الحمد لله، بس كل حاجة نخش أي مشروع نخش فيه أي حاجة نعملوها على طول ما فيش، ما بتجيبش، ما فيش بركة خالص. تمام. مش
عارفه ايه ذوقي نعمل ايه. تمام ماشي، اشكرك يا ام احمد على اتصالك. هو ده الشيخ هيجاوب على حضرتك. طيب هو كان السؤال الاول الاول بتاع صله الرحم، وهل يكتفي فقط بالاتصال؟ والله ما دام في ضروره وفي عذر وهو ما كانش قبل كده قاطع للرحم وكان بيصلهم وبيزورهم، فلا عليه حرج ان هو يتصل عليهم ويطمن ويسال عليهم وكده ان شاء الله. طيب ام وطبعا احمد اتكلمت في مساله مهمه اللي هو ان احنا نعرف قرايبنا عشان نتودد اليهم ونعرفهم لاولادنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرفوا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم، ان انت تعرف ولدك ان ده ابن عمك وده ابن خالك وان ده ابن كذا وده ابن كذا، بحيث ان هو يصل رحمه كان بعد. كان بيصل اصدقاء السيده خديجه حبا نعم في السيده نعم خديجه نعم مع انهم ما كانوش قرايبها، فتخيل لما يبقوا قرايب بقى. صحيح. فلا ده غير ان ممكن يكون في قريب ضعيف ويصل مريض. اخواله اخواله وكانوا في بلد ابعد من مكه ويصلهم ويذهب اليهم برا بامه صلى الله عليه وسلم. بالظبط كده. ام احمد كان لها سؤال برضو. نعم نتجاوب عليه طبعا. انا والله نسيت هي كانت بتقول ايه. هي تحمد الله سبحانه وتعالى ان الابتلاء، كانت بتقول ان ما فيش بركه. ايوه نعم، ان الابتلاء ياتي لها في المال. ان الابتلاء ياتي لها في المال. هي طبعا تسال الله سبحانه وتعالى البركه وتأخذ بالأسباب التي تطرح البركة في المال وتسعى، يعني السلم ما بنطلعوش درجة واحدة، يمكن نخسر مرة نخسر اتنين وربنا سبحانه وتعالى يعطينا بعد ذلك. فهي دائما تسأل الله سبحانه وتعالى البركة وتدعو الله سبحانه وتعالى بالبركة، وأي مال يدخل بيتها فيه شائبة أو فيه شبهة، لأن هذا هو الذي يأخذ البركة من المال. أي مال فيه شبهة لابد وأن تطرحه من المال الحلال الذي ليس فيه شبهة حتى يبارك الله سبحانه وتعالى لها في المال. تمام. معايا اتصال من هدير، اتفضلي يا هدير. إيه حكاية الخطوط اللي بتتقطع على طول دي؟ طيب عودة اتصال بينا تانية يا أستاذة هدير. اتكلمنا عن صلة الرحم في يوم عرفة، طيب واتكلمنا عن فضل الصيام في يوم عرفة، برضو ايه الاعمال اللي انا ممكن اقوم بيها في يوم عرفة تقربني الى الله سبحانه وتعالى؟ طبعا من افضل الاعمال كما قلنا ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا التكبير. هل التكبير بيبدا من امتى بقى؟ مع طبعا احنا عندنا التكبير في العشر الاوائل من ذي الحجة وايام التشريق. نعم هناك تكبير مطلق مقيد وتكبير مقيد. نعم. التكبير المطلق يبدأ من هلال ذو الحج، اللي هو الأول. تكبري في أي وقت. كان الصحابة رضوان الله عليهم وكان ابن عمر يصعد على قبته في منى ويكبر، ويكبر أهل السوق بتكبيره. تكبير مطلق، يكبرون في الشارع، يكبرون في الأسواق، في بيوتهم. وأما التكبير المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بعصر آخر أيام التشريق الثلاثة. يبدا من فجر يوم عرفه التكبير. يعني نعم بعد الفجر بعد الصلوات. نعم. التكبير المقيد. انا برضو مش شايفه التكبير موجود في المساجد، وشايفه يعني لا ده احنا دايما بعد الاذان بس اللي بسمعه، لكن بما ان دي سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه ان هم كانوا بيعملوها ليه، ودي تبقى مناجده للمساجد حتى كده ما بين الاذان والاذان تعمل التكبير في النص، تحسسنا ان في يوم عرفه بدل ما احنا حاسين الايام كلها شبه بعض. ولكن التكبير ساعات يمكن الميكروفونات الخارجيه مقفوله فالناس يمكن من الخارج ما يسمعهاش، ولكن سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد الصلوات يكبرون. التكبير المطلق بيبدا من اول يوم من الايام العشر، من اول ذو الحجه. من اول ذو الحجه. اما التكبير المقيد بيبدا من بعد صلاه الفجر، من بعد صلاه الفجر في يوم عرفه، في يوم عرفه وينتهي بعصر. طيب. يوم اخر يوم ايام التشريق اللي هم الاربع ايام اللي هو ربع يوم العيد. ربع يوم العيد. نعم. تمام. بالنسبه للدعاء، الدعاء في يوم عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا في هذا اليوم الله سبحانه وتعالى
يتنزل ويباهي بأهل الموقف في عرفة ملائكته، ويسألهم من الذي يدعوه فيستجيب له، من الذي يستغفر فيغفر الله له. ففي هذا اليوم نلهج إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ونخلص لله سبحانه وتعالى بالدعاء لنا ولأموات المسلمين ولمصر وللأمة الإسلامية، ونكثر من الدعاء في هذا اليوم العظيم المبارك حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى. الدعاء بيبقى يوم عرفة بس ولا برضو أيام التشريق، أيام العيد الأربع؟ هذه الأيام كلها خير، أيام الله سبحانه وتعالى عظمها، فالأعمال وأجور الأعمال فيها تتضاعف والدعاء فيها يستجاب. إنها أيام طاعة وبر لله سبحانه وتعالى، فخير الله وقت أدعو فيه فكلها أيام خير. نكسر من الدعاء. معايا اتصال من هدير. هدير لسه موجودة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أستاذة هدير؟ عليكم السلام. اتفضلي يا استاذه هدير، احنا سامعين حضرتك، اتفضلي. لو سمحت انا كنت عايزه حضرتك تشوفي كيف. اتفضلي معاكي، بس اسمعينا بس من التليفون واقفلي التلفزيون بعد اذنك. انا كنت بسأل بالنسبه لحماتي. بالنسبه لايه؟ حماتي. حماتك مالها؟ هل ان انا مثلا ان انا لو او ده يعني على صدقه كده، ده يعني سنه ولا فرض ولا ايه؟ طيب عند حضرتك اسئله تانية؟ ايوه اتفضلي. وبالنسبه لعمتي اللي هي اخت جوزي، يعني انا واجب عليا ان انا مثلا ولا واجب عليا ان انا مثلا ان انا اقدمها وكده، ولا ده مش حرام حتى لو ما عرفتش؟ طيب تمام، أشكر حضرتك على اتصالك. فضيلة الشيخ هيجاوب على حضرتك. حمد. طب أنا معايا داليا، معلش خلينا ناخدها وبعد كده نجاوب على الاتنين مرة واحدة. اتفضلي يا أستاذة داليا. أستاذة داليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اتفضلي يا فندم. أسأل فضيلة الشيخ بس عن حاجة؟ اتفضلي. اتفضلي احنا سامعينك، يا ريت تبعدي بس عن التلفزيون. كنت عايز اقول له سماع الموسيقى والاغاني حرام ولا لا؟ طيب تمام ماشي يا استاذه دالي، شكرا لحضرتك. طيب تمام، احنا نجاوب الاول على السؤال الاول. المتصله هدير كانت بتقول حماتها يعني خدمة حماتها أو ودها ده سنة ولا فرض ولا حكمه الشرعي إيه؟ طبعا خدمة أم الزوج ليست واجبة عليه، ولكن من حق الزوج أن تعينه على طاعة أمه، وأن تتودد لأمه حبا لزوجها وتقديما لحق زوجه، وهي كالوالدة، وما تفعله من خير معها سيرد لها في أولاده. نعم. فهي تنظر أزواج زوجات أولادها هي هتبقى عايزاهم يعملوا معها إيه، وتفعل كما تريد أن يفعل معها مع أم زوجه حتى يرد لها. ما هو ده بالظبط، يا ريت احنا نشوف احنا نحب نتعامل ازاي لما اولادنا يكبروا ويتجوزوا. يعني ما نسألش عن واجب ولا سنة، يعني نقدم اللي ربنا سبحانه وتعالى يقدرنا عليه. وهي اكيد برضو هتاخد اجر. اكيد لا طبعا كده هتاخد اجر طبعا. طبعا هي برضو كانت بتسال على خدمه اخت زوجها، وبتقول يعني هما بيسموها العمه. العمه. فبتقول ده واجب عليها ان هي تخدمها ولا لا مش واجب عليها؟ قلنا برضو هي ليست واجب، ولكن يعني اعانه المحتاج، هي تحتاج الى شيء. هل هي تحتاج ولا ما تحتاج الى شيء؟ سنها صغير ولا سنها كبير؟ يعني تقدر تخدم نفسها ولا ما تقدرش تخدم نفسها؟ حتى لو ما كانتش اخت الزوج، انت لقيت في الشارع حد يريد مساعدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس. يا فضيلة الشيخ أحيانا دايما السلايف معرفش هم اسمهم كده ولا إيه، بيبقوا في يعني أقول غيرة شوية أو واستبداد، إن لازم الزوجة تخدم أهل زوجها. لا إزاي ده، هي لازم
لازم يعني تخدمهم. فلا هو مش فرض، ولكن انت عندك قدره ان انت تعملي كده فانت تاخدي ثواب عليه. صحيح صحيح. انت لو هي محتاجه المستطاع. لو هي محتاجه للخدمه لا انا اخدمها، لان صحيح. هي مريضه واجر المستطاع. المريض يعني ان انا اخدمه ده عظيم. صحيح. مش قادره وحاسه باهانه في الموضوع خلاص. الله يكلف الله نفسا الا وسعها. بالظبط كده. انا معايا اتصال تاني. مين اللي معانا؟ هي كانت أستاذة هدير كانت بتسأل على سماع الموسيقى والأغاني وبتقول هل هي حرام ولا حلال. والله الأغاني اتفضل. الأغاني إذا كانت بشروطه يعني أغاني الكلمات فيها لا تخدش الحياء والكلمات فيها متوازنة ولا تغضب الله سبحانه وتعالى فهي جائزة. أما كلمات تخدش الحياء، كلمات يعني لا يجوز للمسلم أن يسمعها، فلا يجوز لها أن تسمعها ما دامت الكلمات لا تليق يعني بالمسلم. كلمات تخدش الحياء كما نسمع في هذه الأيام فلا يجوز لها أن تسمع. يعني أنا برضو متفقة جدا مع حضرتك وأشكرك جدا على الفتوى دي، لأن فعلا في بعض الأغاني ويمكن الطرب القديم الخالي من خدش الحياة لا هنلاقيه جميل وبنستمتع بيه، ولكن في بعض الأغاني زي المهرجانات أنا ما ينفعش حتى أسمعها لأولادي. صحيح. أنا معايا اتصال تاني. اتفضلي. طب الخط فصل، يا ريت يعني تعاود الاتصال بينا مرة تانية وأشكرك على الاتصال. خلينا نكمل حديثنا عن فضل يوم عرفة، واتكلمنا عن صلة الرحم والدعاء والصيام. التكبير، أنا عايز أعرف صيغة التكبير بتبقى إزاي؟ والله صيغة التكبير النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه صيغة معينة في التكبير. هناك تكبيرات أهل مصر، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة جائزة. تكبيرات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيضا واردة، كل هذه وردت عن سلفنا فنكبر الله سبحانه وتعالى به. تمام. برضو الأعمال المستحبة في يوم عرفة، قلت الذكر وقلت صلاة الرحم، طيب إيه تاني؟ ما هو أكيد الجار له حق عليا في يوم عرفة، أعمل له إيه؟ طبعا هذه أيام الله سبحانه وتعالى شرعها توسعة على الناس. لي جار فقير يحتاج مني إلى معونة، والجار يعني أقرب للمودة من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. للأسف الشديد في هذه الأيام تجد شحناء بين الجيران، هذا يسعى في أزية جاره ولا يأمن بوائقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يعني أن أنت تبقى عايشة جنب جار وخايفة، خايفة على أولادك منه، خايفة من أزيته، خايفة من كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، لا يتم إيمانه إلا إذا كان مع جاره حسن المعاشر. نعم. نعم، قال الله سبحانه والجار ذا القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فالله سبحانه وتعالى أوصانا بالجار، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجار خير، فلا بد وأن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا وأن نتعامل بالمعروف يعني كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم. دائما عن الرسول في حديث سبع أوصى بسبع جار. أوصى بسبع جار، قال مش سبع بس البيت أو الشقة، ده الشقة بيبقى فيها 24. صحيح. العمارة بيبقى فيها 24 شقة، لا ده كمان ده قالوا الشوارع وامتدت لـ40 في بعض يعني الآراء. صحيح. بتاعت الفقهاء، وفي الآراء التانية ابتدت المدينة بأكملها. صحيح. صحيح. فأنا عايز أعرف دلوقتي حق الطريق عليا، حق الشارع. إحنا بنشوف حاجات كتير يمكن غريبة عن مجتمعنا. صحيح. الإسلامي والمجتمع الشرقي. فحق الشارع اللي يمكن إحنا يوم عرفة أعتبرها برضو مناجدة أو رسالة، نعمل إيه برضو؟ يعني من ازاي اعطي الشارع حقه، اعطي الجار حقه؟ طبعا احنا في يوم عرفه، وزي ما انت قلتي في مقدمه البرنامج انه يوم اكمل الله سبحانه وتعالى فيه الدين،
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة كاملة، بشريعة ما تركت شيء إلا وعرفتنا به، حتى اليهودي اعترف بذلك، قال لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى دخول الحمام والخلاء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه، فأعطانا أيضا درس في حق الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حق، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيعني هذا هو ديننا. للأسف الشديد يعني الغرب أخذوا بهذه المبادئ ونحن لم نأخذ، لم نهتم بشوارعنا. للأسف الشديد تجد من يرمي القمامة وزبالة بيته في الشارع ولا يهتم بنظافة شارعه ولا يهتم بجمال الشارع الذي هو فيه مع أنه مسلم. والإسلام حسن على النظافة وعلمنا أن النظافة من الإيمان، فلا بد لكل مسلم أن يهتم بشارعه وأن يهتم بجمال قريته وبجمال بيته وبجمال الشارع الذي يسكن فيه، فلا يؤذي الشارع. ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن أنت إزاحة الأذى عن الطريق صدقة. رجل وجد عرف شوك في الطريق وفي الشارع فأزاحه، أزاحه يعني عمل يمكن ما كانش في نيته أي شيء، ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى شكر له وأدخله الجنة بسبب هذا. إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق. ما بالك بقى بمن يرمي الأذى في الطريق ويؤذي الناس ويؤذي المارة ويؤذي المسلمين. مش كمان مش في رمي القمامة بس، ده انت احيانا هتلاقي الناس بترمي من ألسنتها يعني أكتر بكتير من القمامة. نعم، على بعضهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كف الأذى، أي أذى، أنت تتكلم في حق أحد، تغتاب أحد. الأهم من تنظيف الشوارع تنظيف القلوب. القلوب. صحيح صحيح. معايا اتصال من سامي، اتفضل يا أستاذ سامي. اتفضل يا استاذ سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال بعد اذن حضرتك، اسال فضيله الشيخ بالنسبه لابن عاق لابوه مقيم معاه في نفس الشقه او البيت ولا يسال في حتى كوبايه ميه له، لا فطار ولا غدا ولا عشاء، وهو والاب يعدي 80 سنه او 80 عام وينتظر الراجل الكبير لما الابناء من بيت تاني يجيبوا له الاكل. ما راي الدين في ذلك لو سمحت؟ طب معلش انا عندي سؤال لحضرتك، هل طبعا كان في مشاكل ما بين الابن وابوه؟ ما انت ممكن يعني وضح لي بس الرؤيه اكتر. لا. ابوه ما اذاهوش في حاجه، ما حرموهوش من ميراث، ما حرموهوش من تعليم، من زواج؟ لا، هو اعاق كده؟ لا، ما فيش حاجه نهائي، هي حاجه عماء من بالبصر وبالقلب بس فقط لا غير، واخد جنب. ورغم ان هو مقيم معاه في البيت هو وزوجته واولاده، ورغم ان كبير في السن يعني مزوج اولاد، يعني 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 ريحه الطبخ بتطلع على يعني ابوه بيشمها ولا ياكلهاش، والابناء التانيين يبعتوا له الاكل من مكان ثاني وهو لا يسأل فيه، لا هو ولا زوجته ولا أولاده. تمام. أنا بسأل حضرتك عشان أسمع يعني ما رأي في كده. أشكر حضرتك على اتصال فضيلة الشيخ، يجاوب على حضرتك. أنا معايا اتصال تاني من أستاذ محمد، اتفضل يا أستاذ محمد. الاتصال اتقطع. طيب يا ريت يعني يعود الاتصال بينا مرة تانية. الابن العاق هو بدون سبب. يعني مشكلة يقابلها كثير من الآباء والأمهات في هذه الأيام، العقوق المر. ذلك ورد في الأثر، يأتي في آخر الزمان يود الرجل لو يربي كلبا ولا يربي ولدا بسبب العقوق الذي يجده من أولاده. النبي صلى الله عليه وسلم جرم هذا الأمر. طبعا الله سبحانه وتعالى جعل البر بعد عبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فعقوق الوالدين جريمة وكبيرة من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يتقبل الله منهم عدلا ولا صرفا، يعني لا فرض ولا نفل.
ومنهم العاق لوالدي. العاق لوالدي يعني ببرك. أحيانا ما هو الإنسان دايما كفور بالنعمة. صحيح. يعني في ناس حرمت من الأب والأم وكانت تتمنى أن يكون عندها أب أو أم. صحيح. وتخدمهم طول العمر، وفي ناس ربنا أعطاها النعم كلها ومع ذلك هي كفرت بيها. صحيح. فأنا صراحة بستغرب ده، أنا ببكي. وجود الأب والأم على أبي وأنا لم أراه. صحيح. وجود الأب والأم بركة، والله بركة، يكفي دعوتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أباءنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا، اللهم آمين. فأوصي هذا الولد وربنا يجعل يعني صالح أعمالنا يعني أنا في ميزان حسناته، مش بس أيوه في ميزان حسناتهم. صحيح. أتمنى أن هي تكون صدقة يعني لأجر أبي. صحيح. ربنا نوصي يرحمهم جميعا. نوصي كل ابن خاصة في هذا اليوم، أقول له والله لن يتقبل منك الله صيام ولا صدقة ولا حج ولا صلاة إلا ببرك. عملك موقوف عند الله سبحانه وتعالى، لن تتقدم عند الله خطوة إلا ببرك بأبيك وبأمك. يعني من الأعمال التي تعدل الحج بر الآباء والأمهات. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له رجل وقال يا رسول الله أريد الحج، عايز أحج يا رسول الله، ولكن ليس معي نفقة، معيش المال اللي أذهب للحج به. قال هل لك، هل حي والداك؟ قال أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قابل الله ببرها، قابل ربنا ببرك بأمك، فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. نعم. فأنت حاج ومعتمر دائماً ومجاهد. الله سبحانه وتعالى يعني دائما ما يذكر اسم الوالدين أو طاعة الوالدين بعد طاعة الله سبحانه وتعالى. صحيح. مباشرة. صحيح. يعني ده بعد طاعة الله، ده في آيات كثيرة يعني الوالدين بعد الله. آه. مش الرسول اللي بعد الله. من أسباب تفريج الكرب أيضا، تفريج الكرب بر الوالدين، يعني الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار. كل منهم خلاص بعدما أوشكوا على الموت قال كل منهم، كل واحد منهم ندعو بأعمالنا الصالحة لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عني. فرجل منهم دعا ببره لأبيه ولأمه، هو كان قبل ما يطلع لأولاده يذهب إليهم يطعمهم ويسقيهم، ثم بعد ذلك يصعد إلى أولاده. في يوم وجد الأب والأم نايمين، ده أنه قاعد عندهم مرضيش يقلقهم لغاية ما صحي وسقاهم، ثم بعد ذلك صعد لأولاده. بهذا العمل الله سبحانه وتعالى فرج عنه. تمام. ويس بن عمرو القرني النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش، ولكن بشر به، قال تأتيكم أمداد اليمن فيهم أويس كان له أم هو بها بار. من علامته أنه هو كان بارا بأمه. فالبر عايزين المسألة ديت نشد عليها. يلا ودي تبقى رسالة من حضرتك. للمتصل أو يا رب أتمنى أن يكون. وبرضو بنوصي الآباء والأمهات أن هم يعني ما يستعجلوش ويدعوا على أولادهم. ادعوا لهم بالهداية بالصلاح أن ربنا يصلح حاله. اللهم أمين. ودي برضو نعتبرها رسالة برضو، وده يوم يعني زي ما بنقول مفترق كده. فياريت كل حد يعني مخاصم التاني أو في مشاحناء ما بينه وبين أي حد مش بس أهله، ده يوم عظيم جدا إن احنا نتصالح ونتصدق فيه ونتقرب بأي عمل لله سبحانه. صحيح. وتعالى. صحيح. حتى ولو كان قليل. هذا اليوم يكسر فيه عتقاء الله من النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا عن يوم عرفة أن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة. احنا مكملين معاكم بعد الفاصل، ونشكر فضيلة الشيخ أحمد جبلة المهدي إمام وخطيب بالأوقاف، نورتنا يا فندم النهاردة، وبجد كنت سعيدة جدا بالحوار مع حضرتك، وأتمنى أن احنا نكون وصلنا معلومة مفيدة للمشاهدين. انتظروني بعد الفاصل.